السؤال ده بيعني لي حاجات كثيرة وذكريات أكتر. في زول فيكم قبل كده سمع بحاجة اسمها الرحمتات؟ بتعرفوا الرحمتات؟ اللي بيعرف الرحمتات يرفع يده. طيب كمية كبيرة يا جماعة. الرحمتات دي عبارة عن تقليد كانوا بيقوموا به حبوباتنا زمان. كانوا بيعملوا شنو؟ في شهر رجب كانوا الأطفال كلهم بيطلعوا في موكب كبير، بيطلعوا بغنوا بالبيوت من بداية الحلة لحد نهاية الحلة، بقولوا شنو؟ تات تات الرحمة تات، تات تات الرحمة تات. بيجوا قدام الباب بتاعك، بيجوا بغنوا جنب الباب. لما يجوك الأطفال قدام الباب بيكون عندك واحد من فعلين: يا مشيت على الأطفال ديل مديت ليهم تمر وبليلة، يا هم أدوك تمر وبليلة. والحاجة الجميلة في الرحمتات إنه أنت ما بتعرف منو الأدى ومنو الشال. كل اللي بتسمعه فرحة الأطفال وهم ماشيين بيضحكوا بيغنوا تات تات الرحمة تات. وأنا بالنسبة لي الحاجة دي كانت لها تأثير كبير شديد في حياتي، لأن أنا شايف الرحمتات هو اختصار الحياة كلها، لأن الحياة هي رحلة بتاعة أخذ أو عطاء، ومرات حتى العطاء بيكون إحسان زي ما الأخذ في الأول كان إحسان. الحياة ما كاملة يا جماعة، صح؟ كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا صعوبات، كلنا كاتمة فينا. أنا قدامكم دي ممتحنة بكرة الساعة 8 صباحاً يا جماعة، عليكم الله أدعو لي. كلنا عندنا المصاعب والمشاكل، لكن الإنسان الحقيقي والإنسان المؤثر هو الإنسان اللي بيقدر يطلع من دائرة حوجاته ومشاكله الصغيرة لدائرة حوجة المجتمع حوله الكبير. هو القادر زي ما قادر يفكر حاكل شنو، حشرب شنو، حمتحن شنو، حشتغل شنو، قادر يفكر المجتمع حيمشي كيف. ستات الشاي شبعانين، الأطفال المجردين عندهم حق الوجبة، أطفالنا بكرة حيقدروا يقروا يلبسوا، صحتهم حتكون كيف. فده هو الإنسان القادر يكون إنسان وقادر يكون مؤثر. فأنا جاي أتكلم لكم عن رحلة قريبة من طلعة الرحمتات. بديت في يوم من الأيام كنت فيه زهجان وممتحنة كالعادة ومفلسة على العلي وقات ما فيني، واليوم ده كمان لحسن الحظ كان حار شديد، والله يا جماعة سخانة مبالغة. جيت قعدت جنب واحدة من ستات الشاي وما تكلمت معاها ولا قلت لها عايزة شاي. قامت براها قالت لي: يا بدي أديك كوباية شاي. مدت لي الشاي وبقت بتحكي بتحكي: السكر بقى غالي، الحب شاي بقى غالي، الفحم، البن، وأنا أسمع وأسرح أسمع وأسرح. لما قالت لها كلمة علقت جوا، عارفين قالت شنو؟ قدر ما تكون محتاج أدي. قالت لي: قدر ما تكون محتاج أدي. ومدت لي كوباية الشاي بدون حتى ما أسألها، مدت لي كوباية الشاي برغم من إنها قبل شوية بتتكلم إنه السكر غالي، الملح غالي، السودان، وا. قدر ما تكون محتاج أدي. ودي كانت بداية رحلة، بداية رحلة غيرت فيني أنا كثير. كان فيها الحب، كان فيها الأمل، كان فيها الإنجاز، كان فيها الوجع، كان فيها يا أخي دي المعلة الوهمية دي، كان فيها عاملة روح شيخة، وكان فيها بالاتجاه الثاني تدعو الناس للاختلاط. كان فيها وكان فيها وكان فيها. وده أول ضريبة بتاخدها لما أنت تطلع من دائرتك الصغيرة. حيحصل شنو؟ الناس حتلاحظك، ولما الناس تلاحظك أي زول حيحكم عليك بمنظومه الخاص، بغض النظر عن كان الحكم ده هو لاحظ لوجودك وإنت أثرت فيه. وبيني وبينكم كده كلهم في النهاية عايزين في وقت من الأوقات يكونوا زيكم. الرحلة بدأت بحملات مجتمعية: أطلع المجتمع يا هاجر، هاجر عندنا الحملة الفلانية، يلا يا جماعة أطفال السكري، يلا يا جماعة أطفال الضغط، يلا يا جماعة أنا ما ماشي أنا زهقت أنا تعبت. لا يا هاجر ما أنت بتقولي كده. ما كانت رحلة فيها العطاء زي ما فيها الأخذ. كانت تدربنا مع أكثر من 40,000 طالب. أنا جاي هنا الليلة أقول إنهم هم تدربوني. هاجر قبل ما تبدأ الحملات وقبل ما تبدأ التدريب للشباب ما هي هاجر الواقفة قدامكم الآن. ليه؟ لأنه نحن قبل لما جينا قلنا الرحمتات قلنا فيها شنو؟ مرة بتدي
الثانية بتشيل، مرة بتدي والثانية بتشيل. فأنا جاية هنا أجماشة أنا أحكي لكم عن الفرص والمنح الجاد بسبب الموضوع ده ولا الجوائز المحلية والعالمية والكلام ده. أنا جاية هنا أقول لكم حاجة حاولوا ما تنسوها وبين غمة الأطفال. تات تات الرحمة جاد، جاد لأي واحد فيكم عشان يبدأ رحلته وتأثيره على المجتمع ويبدأ يطلع من دائرة مشاكله الصغيرة لدائرة مشاكله الكبيرة، ويبدأ ادي بإحسان أو ياخد بإحسان. والوصية النهائية يا جماعة، الآلات دي بقت بتعمل أي حاجة صح؟ بعد شوية حنجي نلقاهم عملوا لنا ريبورت يبقى زي الإنسان ويشتغل في المصانع ويشتغل وينتج وينتج وينتج. الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما حتتصنع هي إنسانية الإنسان. وإنسانية الإنسان بتكون لما ندخل في الرحلة الجبال بتاعت الرحمتات، ولما نتجاوز مشاكلنا الصغيرة للمشاكل الكبيرة ونبدأ نفكر خلف السور. وأنا بقوله ودائما بقوله، ما في فائدة للجمعة بتاعتنا دي هنا لو ما طلعت برا في المجتمع، لو ما افتادت منها ستات الشاي برا، الأطفال المشردين برا، وأي واحد فيكم قاعد هنا كان في نفسه ذاته ثورة وتغيير وبداية رحلة. فمن هنا بقول تات تات الرحمة تات.